السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حياك الله يا خالد. حياك الله يا حمد، وحياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة اللي بنتابع فيها مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة، إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق دولتنا الحبيبة قطر. ومن أبرز مواضيع حلقة الليلة: قرصنة المعلومات ومخاطرها، مهرجان مرمي 2022، فعاليات سوق واقف في نهاية الأسبوع. هذه أهم عناوين حلقة الليلة يا حمد. شكرا يا خالد. مشاهدينا الكرام، في البداية أصدرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء تحذيرا لمشتركيها من محاولة الاحتيال الإلكتروني، والتي تتمثل في استخدام اسم المؤسسة في رابط يحتوي على استبيان وهمي، ونبهت المؤسسة المشتركين إلى عدم فتحه أو المشاركة فيه. نشوف وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي يتكلم عن هذا التحذير. أصدرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء تحذيراً لمشتركيها من محاولات الاحتيال الإلكترونية التي تتمثل في استخدام اسم المؤسسة في رابط يحتوي على استبيان وهمية، ونبهت المؤسسة المشتركين إلى عدم فتحه أو المشاركة فيه. وزادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأغلبها يكون عبر تطبيق واتساب والرسائل القصيرة، وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات عامة أو خاصة موثوق بها يتعامل معها المستخدم، وذلك للحصول على معلومات شخصية بغرض الاستيلاء على أمواله. ولتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني يجب اتباع بعض النصائح، منها عدم الرد على الرسائل التي تطلب تعبئة استبيانات، عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة، عدم الرد على الرسائل التي تطلب بيانات شخصية أو التي تطلب أرقام بطاقات الائتمان، عدم الرد على الرسائل التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور. ويحصل الاحتيال الإلكتروني أيضاً من خلال تلقي اتصالات تطلب معلومات معينة، لذا من المهم جداً عدم إعطاء أي معلومة على الهاتف والاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على رقم الاتصال المشتبه به، وبذلك يمكن تجنب أي عملية احتيال إلكترونية. نعم مشاهدينا الكرام، وفي نفس الإطار، محمد السقطري خبير في تكنولوجيا المعلومات: تعددت حيل القرصنة في الآونة الأخيرة، وتنوعت من مكالمات يدعي أصحابها زورا أنهم من طرف تطبيق احتراز مثلا، أو استخدام واجهات مشابهة لواجهات بعض الشركات الخدمية. وفي ظل تنوع وسائل النصب وتسارعت وتيرة التحذيرات من جهات عديدة يا حمد. نعم، للحديث عن هذا الموضوع أو عن القرصنة تحديدا، معنا في الاستوديو مثل ما ذكر زميلي خالد الكبيسي السيد محمد السقطري خبير في تكنولوجيا المعلومات. يا مرحبا ومسهلا يا أخونا محمد، حياك الله معنا. والموضوع مو بسيط، وبالذات في هذه الفترة الحالية وقبل، بعد نشوفه يتزايد موضوع القرصنة أو خلينا نقول التهكير أو حتى الاستغلال الناس اللي على حسن نية. فخلنا نبدأ مثل ما ذكر خالد، اللي هو صار يجيك تنبيه من احتراز يحتاج إلى تجديد معلوماتك أو بياناتك على أساس كوفيد 19. صحيح، طبعا النقطة الضعيفة أو الوصل الضعيفة عندنا هو الشخص، الناس، الجمهور اللي عندهم ممكن قلة في الخبرة، قليلة في التكنولوجيا المعلومات. طبعا المحتال يستغل ضعف الشخص أو ضعف الجمهور، ويحاول يدرس ويعمل بحث حالة للمجتمع. مثلا مجتمعنا هنا نحن نستخدم احتراز، الدول الثانية ما تستخدم احتراز. مجتمعنا هنا يستخدم كثير الشراب بشكل عام من دول عديدة مثل أمريكا وبريطانيا، ويشحن لقطر، فيعرف يدرسون حالة المجتمع. أنا أتكلم عن المجتمع القطري وأحط عيني على المجتمع القطري.
متى يتم دفع الفواتير، متى يتم شراء أكثر وقت يشترون فيه، متى عندنا نحن المحتال كيف يأخذ المعلومات، كيف يوصل للمعلومات. طبعا أسهل طريقة عنده يوصل يكلم الشخص باتصال تليفون أو عن طريق واتساب. نعم. أو عن طريق الإيميل بتوفير رابط وهمي غير صحيح، يتكلم معه كأنه من جهة حكومية أو من شركة خاصة أو وعندك، أو يعطيه يمثل أنه في عرض خاص لك، أو يطلع له حتى في الإعلانات الموجهة، الإعلانات الخاصة بالمنصات الاجتماعية. طبعا الناس هنا تدخل على السناب، تدخل على الانستغرام، دائما تشوفون إعلانات دائما تطلع لكم. من يتأكد أن هذا الإعلان صحيح أو غير صحيح؟ من يتأكد أن هذا الإعلان يعني من وين مصدره؟ طبعا معظم هالإعلانات تطلع تحط صور شخصيات عامة، شخصيات معروفة في البلد، هذا تكون موجهة. نعم. مثلا عندنا في قطر يحطون شخصيات معروفة في الإذاعة، في التلفزيون، شخصيات سياسية، يقول لك هذا تم اشتراكه في معانا في الشركة وساهم معانا في الشركة، ادخل وحط معلوماتك. طبعا هالمعلومات تكون أكثر شيء البطاقة الائتمانية، رقم الشخصي، رقم الجوال. ممكن بعد المحتال يستعين بالبرامج الثيرد بارتي، مثل برامج اللي تطلع معلومات الشخص بالرقم الجوال، يحط اي رقم ويطلع اسم الشخص ويتم عمل دراسة عن هالشخص وكيف يحتال عليه. في النهاية احنا ننصح جميع المستخدمين اللي يستخدمون التطبيقات، سواء تطبيق احتراز، تطبيق مطراش وغيره، والبريد العام وغيره، إن لا يعطي أي معلومات، حتى لو تطبيقات البنك لا يعطي أي معلومات، خصوصاً معلومات الخاصة بالبنوك، حسابات البنك. ما حد يعطي بطاقة ائتمانية للشخص مجهول غير معروف عن طريق التليفون. وعموماً صعب أن الجهات الرسمية في الدولة أو الشركات الخاصة تتصل على الشخص وتطلب منه كلمة المرور، هي نعم. صعبة، هي يعني في شيء غلط أو مستحيلة تقريبا. مستحيلة إلا مثلا لو كنت حاضر عندهم مثلا ويسوون لك النظام وأنت عندهم. حتى لو كنت عندهم ما يطلب منك كلمة المرور، يقول لك حط كلمة السر. إيه بالضبط، ما يطلبها منك. أنا حتى صار لي أحد أنواع القرصنة أو الاحتيال، اتصل لي واحد من رقم جوال إيه، وكلمني ولهجته محلية قطري إيه، قال معك فلان الفلاني، أنا من البنك المركزي وكذا كذا كذا، ونبغي معلوماتك في البنك الفلاني. طبعا البنك الفلاني اللي ذكر لي بدون ذكر اسمه، انا ما نبعميل فيه ولا عندي حساب ولا حاجه. لكن اللي انا استغربت منه يعني كنت يعني انه يتكلم بلهجتنا المحليه قطري، الرجال قطري وانا فلان بفلان. بس اللي انا استغربت منه انه رقم جوال شخصي، مستحيل يكلمكم رقم شخصي. وهذه معلومه مهمه للمشاهدين الكرام، انه مستحيل يكلمك شخص من رقم مسجل باسمه، برقمه الشخصي. وكذلك انه يعني وطلب مني مثل ما تقول من بنك اخر، فبرسل لك الحين رقم، عطني رقمك الشخصي وبرسل لك مسج الكود ارسل لي. فقلت له يعني حاولت اماطل معه، اعطيته رقم بالغلط. قال جاك الكود؟ قلت له ما جاني. قعدت ابغى اجر، قلت انت اي فرع في اي وين مكانك ومن هالكلام حقوق؟ قلت له يا اخي اتق الله في نفسك، اول شيء انا ما عندي حساب في المكان هذا وانت من الناس الحرامية، الله لا يوفقك من هالكلام. وسكر على طول، يوم عرفني انا مكتشف. يعني صدته. اي انا قعدت ايه؟ اجره في الكلام، اعطاني بنك اخر، مو بنكي خير شر. لو قال اعطاك البنك نفسه بتعطيني المعلومات؟ لا، لاني انا شاك في رقم جوال، ما يكلمون رقم جوال. ساعات يكلمونك بس ما يعني ساعات البنوك تتكلم برقم جوال، يكلمونك برقم جوال، لكن ما راح يطلب منك معلومات خاصه. يعني الحذر من هالشيء، ان الجمهور لازم يعرف ان ليش يحتاج معلوماتك عندهم اصلا. اذا انت عميل في البنك، بس معلوماتك بس عندهم. بس معلومات خاصه هو يطلب اوقات، مثلا انا اليوم اتصل في البنك للتاكيد طلب مني رقم البطاقه الشخصيه، اسمي الثلاثي. انت اللي متصل؟ انا متصل. إيه مو هو اللي متصل؟ اي انا متصل. كم حسابك في البنك الان؟ متى اخر؟ هاي يتاكد ان هاي انت. ايوه يتاكد ان هذا. نعم. لكن اللي انا ابغى اقوله انه وانا قاعد انتظر انه يشيلون التليفون، البنك نفسه في مسج ان احنا لا نطلب منك معلومات خاصه او الارقام السريه، او في مسج موجود في البنك. صحيح. في حال ان انت اعطيت هذه الارقام فانت تتحمل مسؤوليه. صحيح. نفسك. حمد الان ذكر طريقه من طرق الاحتيال، يمكن هو حمد فطن لها. انا مثلا يمكن ذكرت لك تحت الهواء، جاني رابط وربط عليه، راح تويتر اجتماعي، خذوا تويتر من عندي. يعني انت يمكن عندهم اربع. هذا ما يسمونه احتيال، هذا يسمونه نسميه قرصنه الكترونيه. قرصنه في فرق بين الاحتيال والقرصنه. احتيال وقرصنه كلها هدفها واحد، كلها هدف اختراق. لو تكلم معلومات ابرز طرق القرصنه يعني وشون احنا نتعامل معهم ومن ضحاياهم؟ طبعا اسهل واسهل للوصول للاختراق هم المستخدمين. المستخدم هي نقطة توصل ضعيفة للاي تي او للسايبر سيكيورتي، لامن المعلومات.
فالمستخدم إذا ما كان حريص وعنده أمن عنده إحساس أمني مرتفع راح يساعد الهكر إنه يوصل للبيانات. مثلاً الناس اللي تم اختراقهم عن طريق الواتساب، هذا المنتشر حالياً الواتساب دائماً يجيك الكود، يعني يتصل لك واحد يكلمك بالواتساب يقول لك جاك كود، هذا الكود اللي يفعل حسابك الواتساب، تروح تعطيه بكل سهولة. يعني هذا الكود حماية لك، فشون حد يطمنك تعطيه وانت ما تعرفه، أو حتى لو تعرفه شلون تعطي شخص حتى لو تعرفه كود او كلمه سر؟ مو مش على الناس بحسن نيه ياخذون بحسن نيه، صحيح. يعني ما يظنون. لكن الان احنا في عالم الكتروني، عالم افتراضي بنسميه، نعم. شبكه انترنت، عندنا حدود صح في الانترنت، لا ما في حدود، كل شيء مفتوح. يا ابو مشعل لازم ننتبه، يطلب منك الكود اوقات ما يطلب منك بالتليفون، يعني يطلب منك بالواتساب رابط، وحط في الرابط الكود، ما حد يكلمك. صحيح، سبحان الله. صحيح، اذا اعطاك الرابط دس عليه مثل ما صار معك هذا. نعم هذا صار معك، هذا الحين ما نسمي بس احتيال، هاي يعتبر احتيال وجزء منه يكون بالقرصنه. القرصنه هي عباره عن ناس خبراء في التكنولوجيا، خبراء في الحاسب الالي، عارفين الثغرات اللي في المنصات الاجتماعيه، الثغرات اللي في انظمه التشغيل، يحاول يستغل هالثغرات عشان يوصل للبيانات والمعلومات، ومنها يتم استغلال هالبيانات او مسح البيانات او تشفير هالبيانات ويبيعها لك، يعني يستفزك طبعا، وتكون تعتبر فديه او ابتزاز، خلينا نقول ابتزاز، يسمون ابتزاز ويطلب منك في النهايه فديه طبعا فلوس. طبعا اذا كانت البطاقه البنكيه اسحبها بدون ما يرجع لك، ما راح يرجع لك، خلاص اعطيته اياه، زين وصل للكنز. بو مشعل، الحين واحد وقع في اي، يعني سواء في القرصنه او في الاحتيال، او شو الاجراء السليم، اول اجراء سليم ممكن يتخذه الشخص هذا؟ طبعا الواحد يسال نفسه يقول انا عندي برنامج حمايه، ما حد يخترقني صح، لكن الكود هذا والرابط ما له خص في البرامج الحمايه، يعني ما انت اعطيت الرابط، انت اعطيت كلمه السر صح بنفسك، هذا اللي يسمونه احتيال. طبعا برامج الحمايه ما تكفي، احنا ما نقول تكفي، لا ما تكفي، رده الفعل لما تطيح في مشكله شو تسوي بالضبط؟ هذا اللي احنا اي شو تعلمت منها، شو تسوي اول شيء لو كنت داش على الرابط؟ اول شيء سكر الجهاز، سكر، تقطع النت، هي اول شيء تسوي تقطع النت من الجوال، من التابلت، من الكمبيوتر، وبعد اقطع النت، تقطع يعني النت، الواي فاي سكر ولا بند الجوال؟ لا بند الواي فاي، ممكن ما تفتح واي فاي، الداتا سكره، فاتح الفور جي مثلا، أي. سكر الفور جي وسكر الوايرلس، اقطع النت، روح عند واحد خبير يفحص الجهاز، يتاكد الجهاز ما في اي مشاكل، ما في اي اختراق، ما في ملف نزل، ما في ما تشفر، هاي اول شيء تسوي. وين حصلهم الخبراء هذول؟ بتحصلهم، تسأل بتحصلهم، موجودين. بعلمك وين حمد. موجودين. ممكن اعتقد يروح جرائم الكترونيه. يلجأ الواحد للجرائم الالكترونيه. اذا كان انا ما اقدر اتكلم اسم جرائم الكترونيه، لكن ممكن اذا تم اختراق جهازه وهو متاكد لازم يتوجه للجرائم. احنا الله يعينهم علينا، يعني اذا هم يسمعونا الله يعينكم. طبعا اكثر انتم الملجأ الامن لنا. انا قد توجهت لهم وما قصروا واشكرهم عبر برنامجنا. وهم الملجأ الامن لنا، لان احنا تنقصنا الاشياء هذه، وممكن تكون خلينا نقول ثقافه في المجتمع بحسن نيه الناس، يعني لكن احنا نبي رده الفعل الشخص قبل ما يروح، لازم يقطع النت، هي اول شيء خلينا نقول الاسعافات الاوليه هذه، يغير كلمه المرور من الكمبيوتر، يدخل على الكمبيوتر يغير كلمات المرور الخاصه بالبنك، الخاصه بالمنصات التواصل الاجتماعي، لازم يغيرها، ولا يخلي كلمه المرور مالت البنك او حساباته الشخصيه في البنك موحدة. نفس موحده نفس حساب الدوام ولا حساب الشخصي في المنصات الاجتماعيه، لازم تتغير، كل باسورد يكون مختلف عن الثاني. هاي الخطوه الثانيه. وبعدين يبلغ الناس، ترى يا جماعه ترى صار عندي اختراق في الجوال، يكلم الناس اللي دائما يتواصل معاهم عن طريق الحين يمسك جواله كيف يكلم؟ ياخذ تليفون ثاني يكلم يستعين بصديق زين يكلم الناس الواتساب اللي عندهم جروبات، يعني ترى يا جماعه فلان بفلان اخترق جواله زين انتبهوا لا تتفاعلون عليه، ما حد يتفاعل معه، لا سواء في تويتر، في منصات اجتماعيه مثل تويتر وفيسبوك وواتساب، هاي دائما هذا اللي يعني يكلف الاول شيء تسوي، بعدين تروح تتوجه للجامعه الالكترونيه وتعطيهم المشكله وعشان يحلونها لك. طبعا اذا اخترق مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، اذا اخترقت سهل ترجع ان شاء الله، ما في مشكله. الاشكاليه في لما يعني ياخذون رقم الحساب او البطاقه البنكيه، هذه يكون صعب شوي انك تسترجع، بالذات في مبالغ كبيره في الحسابات. اي هذا انصح فيه ان لا احد يستخدم البطاقه الديبت كارد في المعاملات الالكترونيه. الديبت كارد اللي مربوطه بحسابك المباشره وانت ينزل الراتب، خلي على الفيزا، هاي تخلي على البطاقه الائتمانيه، في بيكون لها ليمت، وفي بريباي، وبريباي بريباي تعب يفضل. انا استخدمها عشان ما تكون اذا طحت في مشكله ما تكون مشكله كبيره، يعني حمد تحول عليها المبلغ اللي انت تبغيه، مبلغ بسيط، مبلغ بسيط نعم، متى نعم. ما بغيت استخدمه نعم. واذا انصاد ما تخسر خساره كبيره، نفس الحساب بالضبط. هذا اهم شيء. لكن بعد احنا ننبه، لا احد يعطي اي معلومات بالتليفون ولا حتى واي هو واي، هذه المعلومات ما يحتاجها حتى البنك، الرقم السري حقك ما يحتاج البنك، نعم. رقم البطاقه الائتمانيه ما يحتاج البنك، يحتاج يمكن اخر اربع ارقام اذا اتصلت انت عليهم زين
عندي سؤال مهم. ايه ابو مشعل، شلون انا اتاكد ان جوالي مش مقرصن؟ حلو والله، ما بذكر يعني، بس بعطيك امثله. اذا تليفونك جديد، شفت الحراره، حراره التليفون عاليه، شفت ان الشرج يبي له شحن دائما اول باول، تشحنه ويخلص بسرعه. ايوه شيكت على الاعدادات مو مش على الحظر من البدايه. ايه؟ اذا كان الجوال يحتر، يحتر وايد، الجوال محمد يحتر. لا لا لا، واحد من ربعه تو ما اخذ جوال جديد، برجع لك، ويقول يحتر جوالي، يشوف التطبيقات اللي نزلها اخر مره، يشوف التطبيق، اكثر تطبيق يستخدم الداتا، البيانات، يستهلك من بيانات، يستهلك من الطاقه، هاي موجوده اوريدي هالمعلومات في الاعدادات موجوده. بس ممكن يحتر بس مش مهكر. لا مش معناته مهكر. لا، اذا تليفون جديد يعني هاي لها معايير معينه. إيه؟ بس اذا انت شكيت وشفت انت مو منزل برامج ولا تستخدم واتساب وايد او يوتيوب وايد، تفضل البطاريه بسرعه، تفضي. لا، هني تحط علامه استفهام، يعني مو ما اقدر اقول لك انه تم اختراق، لكن هذا شك. شك هذا. إيه؟ بس شك في احتمال. هل يصير؟ يصير يتم اختراق التليفون، لكن ايش معنى انت اللي يخترقونك؟ يمكن انت منزل برنامج. دائما المستخدمين اللي عندهم برامج من المنصات الرسميه مثل جوجل بلاي، ابل ستور، هواوي جاليري اب، هاي منصات الرسميه اللي تنزل منها البرامج وامنه امنه. نعم. لكن ساعات يكون فيها ثغرات البرامج، فينبهك جوجل ولا ابل، ينبهك انك امسح البرنامج من عندك. ساعات يجيك تنبيه يقول لك امسح البرنامج، او سوي ابديت، او سوي ابديت. هاي دائما يعني الواحد ما يخلي الاجهزه عنده في البيت الالكترونيه بدون ابديت، سواء هواتف، كاميرات المراقبه اللي في البيت، التليفون، التلفزيون الذكي، زين، شو اسمه، الاجهزه، اي جهاز شابك على النت، دائما لازم تسوي له ابديت، لان تكون في ثغرات في انظمه التشغيل، واول باول الشركات تسوي ابديت لهالانظمه. نعم. عشان تحافظ وتسكر الثغرات ذي. نعم. الله يعني حد قال حتى التلفزيونات؟ حتى التلفزيونات الذكيه. انا قلت سمارت تي في، يعني تلفزيون ذكي. آه. مربوط بشبكه الانترنت، مربوط بالوايرلس، مربوط بالكيبل. هذا نظام تشغيل فيه. ممكن يخترق هذا؟ ممكن يخترق، في تلفزيونات فيها كاميرا. صح ولا مو صح؟ ويتفرج علينا واحنا نتفرج على هذه تتابع فيلم. تتابع فيلم؟ احنا ما نقول انه في اختراق، لكن ممكن في النظام اذا المخترقين اللي هم اصحاب، ما نسمي المحتالين الحين، نرجع حق المخترق اللي عنده خبره في الحاسب الالي، في انظمه التشغيل، يدور على الثغرات الضعيفه، يدور على الثغرات اللي فيها مشاكل فنيه، ويحاول يدخل منها ويستغل اي معلومات، سواء صورتك، سواء حسابك البنكي، اذا عرف يوصل لها بيوصل لها ويستغلها استغلال عشان يوصل للهدف. نعم. هو فلوسك، ويتم يبتزك سواء كان بالتسوي معلومات، اعطيك الباسورد، اعطني مبلغ كذا، حوله على المكان الفلاني. صحيح. ان شاء الله، ان شاء الله يعني يزيد فهم الوعي الناس في المجتمع بهذه الامور، ويحاولون يتجنبون، وتكون إن شاء الله اقل الاخطار او الاضرار في هذا الموضوع. كلمة أخيرة حاب توجهها أخونا محمد السقطري حق مشاهدين الكرام. أنا أنصح أول شيء الكل أن لا يعطي أي معلومات عبر الاتصال، خلاص يعني البنك، كلمة السر، كود، لا تعطي، عشان ترتاح من هالموضوع، موضوع الاحتيال. وإذا حد كلمك طلب منك المعلومات، سكر فيها وسوي له بلوك. بالضبط. خلاص باختصار يعني. نعم. ثاني شغلة، التحديث أول بأول، حدثوا جوالاتكم، حدثوا أجهزة الإلكترونية المربوطة بالنت، كاميرات المراقبة تحديث، أجهزة السويتشات في البيت تحديث، الراوترات تحديث، تلفزيونات ذكيه تحديث. انا ادري دورتها، هي تطلب اصلا، لا انت تسوي تحديث بعد، انت احسن دور، خليك يعني شهريا تسوي تحديث، هاي دائما، هاي شهريا، انا تقريبا كل يومين اسوي تحديث حق التليفون. لازم كلمه السر ما تكون كلمه السر مشابهه لكلمه الحسابات البنكيه، العمل تكون مختلفه، المنصات الاجتماعيه تكون مختلفه، السوق الالكتروني اللي تشتري منه بعد باسورد غير وايميل غير، لازم تكون ايميلاتك مختلفه، ولا اللي عندهم منصات اجتماعيه وناس مشاهير لازم يوثقون حساباتهم الرسميه، لازم تكون حسابات رسميه موثقه، نعرف ان هذا الشخص فلان بالفلان المعروف بشكل عام في المجتمع ومستهدف، دائما المشاهير مستهدفين، لان هم المستهدفين. طيب. لأن هم من خلالهم يتم استغلال الجمهور. انت تفضل مثلا المشاهير او الشخص اللي عنده يعني خلينا نقول حركه في ايميله وفي ومشغول باستمرار باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تفضل انه يغير باسورده كل فتره؟ الباسورد اذا كان موثق، اعتقد ان عندهم نظام اصحاب الحسابات الموثقه انه ما يغير الباسورد، خلاص اي يكون ثابت، يعني هم يحمون له عشان يحمونه. اي بس قابل للسرقه او قابل للسرقه اذا فتح رابط او شيء، خصوصا اذا ما فعل التو فاكتور اوثنتيكيشن، اذا ما فعل كلمه طريقتين للدخول للتامين، اذا ما فعلها قابل، واذا فعلها وحد كلمه عطني بعد الكود راحت عليه. الله المستعان. إيه. لازم واحد ينتبه. الله المستعان. لازم واحد ينتبه. لو كان بريقتين وبعد بعد تختار عطني الفاكتوري، جاك كود عطني اياه. هذا ما في حيله. القرصان هذا. احنا
احنا ضيفنا العزيز استفدنا اليوم صراحه متواجدك معنا اليوم، ونتمنى احنا قدمنا ولو شيء بسيط للمشاهد بان ياخذون الحيطه والحذر من هذه الامور لانها قاعده تتطور مع الوقت. محمد السقاطري خبير في تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. شكرا. شكرا ما قصرت يا ابو مشعل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير عقب الفاصل نكمل فقرات الترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة. وزارة المواصلات تحذر من رسائل احتيال إلكترونية، حيث حذرت وزارة المواصلات من رسائل احتيال وهمية تصدر باسم وزارة المواصلات والاتصال وتصل عبر البريد الإلكتروني تطلب تأكيد عمليات دفع وهمية. وأوضحت الوزارة خلال تغريدة لها على حسابها في تويتر أن عمليات الاحتيال تتم من خلال دعوة الجمهور لاستلام طرود مقابل عملية سداد عبر البطاقات الائتمانية أو البنكية من خلال رابط وهمي. توقعت الأرصاد الجوية أن يكون هناك على الساحل تحذير على الساحل يبدأ من الساعة 6 مساء اليوم، حيث ستكون الأجواء غائمة مع فرص لأمطار متفرقة مصحوبة بغبار خفيف على بعض المناطق. الداخلية تدعو لمشاركة الأبناء في اختيار الألعاب الإلكترونية، حيث دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أولياء الأمور إلى الحرص على مشاركة الأبناء في اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة لهم ولأعمارهم مما يساعدهم في تجنب العديد من المخاطر. سماء قطر على موعد مع الالتقاء بين المريخ ونجم قلب العقرب، حيث أعلنت دار التقويم القطري أن سماء دولة قطر ستشهد فجر غدا الاثنين التقاء المريخ مع نجم قلب العقرب. وقالت عبر حسابها الرسمي في تغريدة على تويتر: فجر غدا الاثنين سيلتقي كوكب المريخ مع نجم قلب العقرب، وسيكون البعد الزاوي بينهما 4.5 درجة تقريبا. نعم، شكرا لك يا حمد. وفي موضوع آخر، حيث أن فعاليات سوق واقف المستمرة دائما وأيضا تزداد مع جمال الأجواء، نترككم أعزائي المشاهدين مع هذا التقرير الذي يوضح الفعاليات خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي. سلسلة من العروض الاستثنائية تستقبل زوار سوق واقف خلال هذه الأجواء المبهجة والجميلة. وتتقدم هذه العروض عرض الفرقة الموسيقية التابعة للقوات المسلحة القطرية التي تقدم عروضها العسكرية على أنغام فرقة الآلات الموسيقية النحاسية التي عزفت خلال العرض أروع المقطوعات الحماسية والوطنية. فيما شارك الفصيل الصامت التابع لمركز العروض والموسيقى العسكرية بعرض للمشاة بالسلاح يمثل نموذجا حيا للانضباط والحيوية وروح التعاون بين أعضاء الفصيل، ليقدم العرض ككتلة واحدة بعدد ضخم من الحركات العسكرية الصامتة بدون إعازات تظهر الانسجام التام للفصيل أثناء أدائهم لها. كما شاركت لأول مرة فرقة السيمفونية القطرية التابعة لمركز العروض لتعزف للزوار على مختلف الآلات الموسيقية وتقدم لهم مقطوعاتها المستوحاة من الفنون القطرية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى أروع الأغاني الوطنية التي تستمد ألحانها من الموروث القطري العريق. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. بدأت أمس عملية التسجيل في بطولات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته 13 مرمي 2022 بمقر جمعية القناص القطرية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، وستقام نسخة مرمي 2022 خلال فترة ممتدة من 1 إلى 29 يناير من العام المقبل في صبخة مرمي في سيلي. نعم يا حمد، وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو سيد علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية ورئيس مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد مرمي. مرحبا ومسهلا فيك أبو خاتم معنا في ترحيب. الله يرحبك ويسلمك وأسعدني هذا اللقاء، الله يجزاك خير، وإن شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين. يا مرحبا. الله يحييك ومحلك والناس ينتظرونك من زمان، الله يجزاك بالذات البطولة لا جمهورها بشكل كبير، حتى من مو من قطر وبس، حتى من الخليج العربي. نعم. فوجودك معنا على أساس أنك توضح الأمور تحط النقاط على الحروف مهم جدا، الله يحفظك وحل كسبانين في كل لحظة. الله يطول عمرك وعمرك أبو خاتم. الله يحفظك. هذه السنة تقريبا يعني 13 اللي يقام في مهرجان مرمي. نعم. والسنة الثانية على التوالي في ظل جائحة كورونا، نبغي الجديد عندكم والمشاهدين كذا متعطشين الأخبار اللي عندك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الجديد في أهم البطولات. نعم. في مرمي. نعم. وهو المزاين. السنة ضفنا شوط فرخ الشاهين اللي هو المزاين المصاحب، وثبتنا الحر التفريخ المزاين، فغدت 3 أشواط، الحر الوحش والحر الحرارة التفاريخ وفرخ الشاهين. فالسنة هذا جديد مرمي لين الآن، هذا جديد مرمي، هذا جديد مرمي اللي هو بيكون مزاين اللي هو آخر يوم تقريبا اللي هو يوم 29 فرخ الشاهين الوحش. فرخ الشاهين الوحش السنة جد دور عليه فرخ الشاهين الوحش. احنا كان عندنا فرخ، عندنا الحر فرخ وقرناس، الوحش اللي هو الأساسي الشوط الأساسي. نعم. ونخلي معاه شوط مصاحب كل سنة. نعم. كل سنة فئة. السنة رد على فرخ الشاهين، لكن الإضافة أن ثبتنا الحر التفريخ مع يعني 3 أشواط السنة. الله يوفقكم. أنت بديت من آخر يوم. اي نعم بديت من اخر يوم، لان اعتقد المزاين هو ثقل المرمي. وانت ابو خاتم اكيد انكم تسمعون الاراء دائما وبعد كل بطوله، لكن نتكلم عن اليه التسجيل في المهرجان. نعم. وابرز الخطوات، ويمكن انتم يعني بعد مركزين، لا حتى انا جاتني رساله للتسجيل. نعم. الكترونيا. نعم. لو نتكلم عن اليه. نعم. التسجيل والخطوات. السنه الحمد لله فتحنا التسجيل الالكتروني وحتى الدفع يعني الالكتروني. نعم. بحكم الظروف اللي صاحبتنا خلتنا نشتغل على العمليه هذه اسرع. تسجيل سريع مجرد، بس اللي هو نقصد في الشواهين خاصه. ايه. اما اغلب الفئات هي مسجله اصلا في البطولات الاربع اللي فاتت. وعليها حجول. نعم. مجرد بس يدفع ويسجل وأمره بسيط. نعم. إلا للطيور الجديدة. نعم. وهي فئة تكون بسيطة اللي هو الطلع والدعو بأصنافه طبعا. وكذلك عندنا السلوقي بعد لازم انه يحضر ويعني يتعاين اللجنة ويسجل في عندنا في المكان. نعم. هذا التحدي طبعا يسجل إلكترونيا ويجي بس يكون يقرضون الطير، عندنا قرض للطير حن عشان اثبات الاعداد واثبات يعني اعداد للطيور، قرض بسيط يعني اللي انتم خابرينه. نعم. يعتبر شاهد. خلينا نقول شاهد. ايوه كان صحيح. نعم. فتحنا للاخوان تسهيل، تخبر ربعنا واجد اللي يقنصون ويروحون ويجون، فتحنا لهم لله الحمد من بدايه من اول 12 اللي هو التسجيل مبكر. نعم. سجلت عندنا ما شاء الله عدد ما كنت أتوقع عن كم تقريبا 317 طير اللي سجلوا تسجيل مبكر. تسجيل مبكر شهر. نعم ما شاء الله. وبعضهم استقل يعني استقل يقول لك أنا بدال الزحمة في أيام الثلاثة هذه أسجل بعد تسجيل مبكر. جميل. ويعني هذا تسهيل لإخواننا ولإخواننا الخليجيين كذلك. فتحتوا الخليجيين؟ إيه نعم خليجي مفتوح من 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 قبل مفتوح. نعم. يعني لنا 3 و4 سنوات مفتوح هذا التحدي للخليجيين. طبعا تسجيل عن بعد، صورة للطير وشريحة الطير واثبات الشخص جوازه، صورة من جوازه ويتسجل. والبطولة اللي هو يبغيها. لبيه. والبطولة اللي هو يبغيها. في البطولة اللي هو يبيها طبعا. نعم. الدعو مفتوح لان. نعم. لان نخلي لهم في اخر الاشواط. لكن بخاتم بس نوضح اكثر للمشاهدين، انا سجلت الكترونيا لكن لا يجب اني انا احضر
لمعاينه الطير. لمعاينه الطير لازم. نعم لازم. حتى لو سجل الكترونيا لا بسجل. هذا يسجل اي نعم. الطير اللي ما تعاين من قبل لازم يتعاين. نعم. اللي ما عليه حجل. نعم. اما من تركب الحجل خلاص. انا اقصد الفئات غير جديد. الشاهين جديد. الشاهين لازم يجي عشان عشان القرض. اي نعم. زين. اي نعم. زين. وبالنسبه للخليجي يعني ما في من يجي لين يجي في البطوله بس الباركود حق اللي عنده او يجي رسالة طال عمرك أن تمت عليه الموافقة وتسجل. أيه؟ احنا وصلنا لين الآن تقريبا 71 أو 75 من دول الخليج طير اللي من دول الخليج سجلت. جاتنا اتصالات كثيرة. احنا فتحنا لهم يوم 19/20/21. نعم. يكون احنا نبدأ من عقبهم. اي نعم ممتاز. فجاتنا يعني جاتنا من ربع كثير ففتحنا لهم بكرة اليوم نزلنا لهم وهذا من عندكم دعوة لهم. نعم. اللي حاب يسجل والخبر توه نازل الان. لهم انه يقدرون يسجلون اللي فات التسجيل يقدر يسجل إيه عن بعد. زي. يسجل عن بعد للخليجيين بكره مفتوح لهم اليوم كامل يعني من الصباح للساعه 8 يسجل عن طريق ايش يا ابو خاتم؟ عن طريق الواتساب. في رقم في مواقعنا نازل. نعم. وموجود يدخلون عليه ويعني واعتقد فيهم حتى زي. الرسائل زين ابو خاتم الحين الخليجيين فتحتوا لهم في هذا التحدي لكن الفئات الثانيه هل هم يشاركون في الطلع يشاركون في المزايا؟ يشاركون في الدعو يشاركون وهرجك على متمه يشاركون في المزايا يعني الخليجي يشارك في كل مو في كلها الا ما يشارك في الطلع. في الطلع ما يشارك. اي نعم نعم. الطلع بس القطريين. القطريين الهدد المزاين السلوقي هذه يشارك فيها. نعم ان شاء الله بعد احنا يعني في نظر ان لان الاعداد كبيره ما شاء الله عندنا في الطلع والايام ما تسعف لك. ايه يا الانسان. نعم. انك يعني ندور حلول ان شاء الله ان ندمج او نسوي شوط نخبه او نسوي يعني يكون تصفيات يصفون في دولهم ويجون يعني في اقتراحات كثيره باذن الله ونتواصل مع اخواننا في يعني في جميع الانديه الثانيه. والنسخ قاعده تتطور نسخه عن نسخه قاعده تتطور لكن لو نتكلم عن هذه النسخه ابو خاتم شلون تتوقعون مستوى المنافسه في النسخه هذه؟ انا اعتقد هل الشواهين صعبين وهل الطلع صعبين يعني تابعتم يمكن وياي انتم ما شاء الله البطولات طبعا السنه كانت بطولات للطلع جديده وللسلوكي جديده في سباق بطولات القناص ومن المنافسه اللي شفناها المنافسه قويه وانتم بعد يعني ما يخفى عليكم صقاقير وتتابعون الله يجزاكم خير. هدد التحدي اسمع تصريحات الربع يمكن تتابعونها على حساباتنا. إيه؟ تصريحات قويه من الان. نعم. فممكن يعني ما شاء الله من الثقه اللي عندهم عبد الله فخر موجود. عبد الله موجود يسلم عليكم واحنا نسلم عليه ويتحلف فيهم. لا لا ان شاء الله ما يتحلف لكن هم عجل هم يتحلفون فيهم هم متحلفين لكن هم مش هم مجتهدهم مجتهدين ما في شك يعني هو المنافسه الطيبه اللي بينهم. نعم. والمنافسه هذه هي اللي خلت الاشتياق. نعم. صعوبه الصيد وقوه المسابقة هي اللي خلت ما شاء الله ربعنا يوصلون ترى الطيور وصلت مرحلة في التدريب والله يا أخوي نادر ما تشوفها. نعم. بمكان. نعم. ثاني. أنا لاحظ هذا الشيء يعني يمكن. نعم. إحنا نلاحظ أخوان. نعم. أنا جايك من مرمي. أي. أمس أول أمس يعني أشوف الموقع في مرمي الناس الصبح تدعي وتطير وطيارات وهدد عند المنصة وعند المكان مش بس في مرمي يا أبو خاتم في كل قطر شمال إلى جنوب وإحنا نشوف. نعم. مجتهدين الله يجزاهم خير وقاعدين يصفون من طيورهم. نعم. حق على ما قلت الدعو حق أيضا هدد. نعم. التحدي وحمد الجميلة موجود حمد موجود. نعم. والرابع واللجان كلها موجودة تسلم عليه وبعد في سناب يتحدى ومجهز نفسه لكن اللي أنا أشوف أنه يعني من مكاسب البطولة هذه العيال الصغار اللي يحضرون. نعم. يحضرون يشوفون الهدد ومستانسين ويقنون الطيور ويهدون الطيور وهذه الشريحة الأساسية المستهدفة الكبير خلاص عارف الشيء هذا فأنتوا تركيزكم عليها وقبل فترة كان أعتقد كان فيه الصقار الصغير أو شيء هل في عندكم. نعم. السنة هذه شيء تابع للعيال الصغار أو على هامش البطولة. نعم. على هامش البطولة مو على هامش البطولة لا أساس البطولة ما شاء الله عندنا بطولات الأربع للقناص كلها فيها الصقار الوايد الصقار الصغير ممتاز في كل يعني في كل بطولاتنا كذلك في مرمي عندنا الصقار الواعد والصقار ومن ضمنها الولد المتفوق عندنا طبعا عندنا من سن 7 لين 10 ومن 11 لـ 15 من له طيرين يشارك فيها احنا يعني ما نبي نشغلهم بعد كثير لكن ودهم انه في وقت فراغهم اللي منهم متفوق ويسمعون الان وهذا احنا لنا كم سنه يعني معلنين عنه ونعلنه الان متفوق في ايش؟ متفوق في علميا في دراسته لا طير اضافي ثالث يشارك فيه ما شاء الله ما شاء الله من الجمعيه اي من الجمعيه وفي بطولات المهرجان
هو يطيب، انت لك طيرين تشارك فيها. أي. اذا انت متفوق أي. لك زي متفوق تحددت النسبه المئويه ولا من جيد جدا وطالع نقبل من 80 حاطين ممتاز من 80 وطالع ان شاء الله ممتاز. يكون اهم ما عندنا علمه وتحصيله العلمي ممتاز. لكن تراثه وهوايته حريصين انه يمسكه ويحافظ عليه. والله العظيم ان بادره طيبه منكم ابو خاتم، مين غريب عليهم والله مين غريب الاماكن انتم اللي فيها مثلكم وشرواكم ابو خاتم. نعم. ما في خوف، بالعكس الناس تطمع وتستانس في الله يطول عمرك وعسى ان اكون عند حد. نعم يمكن الطير، يمكن الطير يشغل الولد الصغير، لكن انتوا دمجتوا التحصيل العلمي بهديه طير، هذا يخليه نعم. هذا يخليه يجتهد. نعم. تكلم ابو خاتم سالتك عن عبد الله فخر وحمد الجميله، هدد التحدي يمكن من اكثر الـ يعني الاشواط اللي فيها اثاره، شلون تنصح الصقاقير انه يستعدون حق هذا الشوط؟ والله يا اخوك شوف، يعني لما العام تسجل عندك 940 شاهين ما شاء الله ركبت عليها حجول ما شاء الله، يعني العدد مو بسيط، 28 مجموعة، كل مجموعة 35، أنت من بداية المهرجان شهر كامل تهد صبح ومساء، أغلب أيامك صبح ومساء يلا تغطي المجموعات. فهذا يعني أعتقد يعني هي تبين نفسها البطولة، هذا يعتبر نجاح البطولة. يعني كل سنة حن في طلوع، كل سنة حن في طلوع، أعتقد السنة بتكون يعني يا هذا العدد يا حول العدد. أنتوا الحد الحين ما بين عندكم، يبين بكرة إن شاء الله بكرة بعد الساعة 8 والله أتوقع أكثر في الليل. انا اتوقع ان شاء الله احنا الحين اهل اللجنه ودهم انهم ما يزيدون عن هذا العدد، لكن احنا مستعدين لاخواننا الله يوفقكم، لان كل ما كانت عندك فرص في الجدول، لان تيك ايام هواء وتيك ايام ما في شك تقدر ضباب. تنسق وضباب. نعم. مثل ما عرفت ويك الصبح طلع، الطلع ياخذ نص مرمي ايامه، نبدا من واحد واحد لين تقريبا النصف يلا نخلص بس الطلع الفتره الصباحيه. الله يعينكم ان شاء الله. هنا. زين ابو خاتم، اكيد ان فيه محظورات انتم تنبهون منها المشاركين بشكل عام، مو هو بهلد التحدي حتى هل الطلع حتى هل مزيد. اكيد في محظورات عندكم او في يعني خلينا نقول اشياء ممنوع ان حد يسويها على اساس. نعم. ما يستبعد في كل منافسه. نعم. تذكرنا بعض الاشياء الجديده هذه السنه. نعم طبعا مثل ما انت عارف احنا اهم ما عندنا في هذا التحدي سلامه المشاركين. نعم. ممكنكم تسمعون على يعني اهم ما عندنا سلامتك، احنا وفرنا الكاميرات عندنا ممنوع. 9 كاميرات على حزم مرمي كاميرا، على الطعس الشرقي الجنوبي كاميرا، وكاميرات دقيقه وجديده وحديثه، النقل الحمد لله يعني من اخفيت الطير تابع او انك خليك قريب، والاجهزه الحديثه لله الحمد يعني اجهزه الان حديثه. نعم. يعني جدا دقيقه في انك طيرك باذن الله ما يضيع. نعم. سلامتهم هذه أهم ما عندنا، السرعة قل السرعة لأن يعني ما فيها نقاش، السرعة استبعاد. نعم. هذه من القرارات اللي موجود طبعا حاسب طبعا الحمد لله الطرق اللي توصل طرق كبيرة وسيعة وهايوي دخلك لين أنت تنزل على المكنكرة اللي توديك. نعم. مرمي هذه كلها يعني فيها السلامة كاملة والخط عريض كبير، كذلك نتمنى من الاخوان يسبق ما يخلي وقته ضيق، يعني اذا مشاركتك الساعه واحدة تعال غدا قدامك موجود الرمايه، اخونا احمد الله يجزاه خير الكواري موجود الرمايه ورمي، وانا يعني الاجواء كلها جميله، فانت سبق ذا الساعه خليك تجي مرتاح، خاصه الربع اللي يجون الفجر للطلع. نعم. يسبقون المكان قدامهم يعني كل ما يحتاجونه قدامهم. اهم شيء انك تسبق ذا النص ساعه بخاتم، هذا يعني اتمنى لهم السلام. امين يعني. هذا المهرجان وابشرك يعني ربعنا اللهم لك الحمد يعني خاصه في هذه الامور جدا متعاونين معانا. نعم. وصار في ثقافه الحين 13 سنه اللهم لك الحمد والشكر والله يزيدها ان شاء الله. نعم. صار في ثقافه. نعم. صاروا عارفين واغلب ربوعهم ينبهون. نعم. حتى الربع وحنا بدورنا نوصل الربع اللي في سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي يحذر متابعينه لا تطرد لا تطرد لا تطرد، ترى السلامة أهم من كل شيء، ما يسوى عليه يطرد له طير. نعم. يعني وعقب لا سمح الله تصير كارثة. نعم. حادث ولا يدعم له ناس ولا شيء ويغثها له. أظن أنهم يعني ما شاء الله أنهم عقال وأنهم في درجة يعني من الوعي يعني ما حتى ما يحتاج ننصحهم، لكن احنا نذكر بالضبط نذكر، وكذلك ما يفوتني أن احنا بعد فتحنا لإخواننا في الأفرقة، شكلوا الإخوان أفرقة سهلنا لهم تغيير للطيور. لأن أنت في فريق عندك 10 ولا 20 طير تقدر اليوم تبي تهد هذا وبكره تبي تهد هذا. زين. هذا سهل لهم لان تخبر الشواهين
احنا نراعيهم ونسمع مشاكلهم اللي تحصل عندهم. الشاهين يختلف، تصبح الصبح ولا هو مو في خله، نعم، فتقدر تاخره نعم يومين ثلاثه الطير جاهز قبله، وهذا سهل لهم. زين بيضربك يعني كثير. الله يوفقكم. هذا يدل على انكم تسمعون الاراء يا ابو خاتم، وهذا المهرجان يمكن احنا ننتظره من سنه لسنه. الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله هذه النسخه تكون الافضل باذن الله. باذن الله. علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعيه القناص الاقطريه، رئيس مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد مرمي، شكرا جزيلا لك، شرفتنا ونورتنا اليوم، اتمنى لكم التوفيق. الله انت والربع اللي معك كله. الله يطول اعماركم، والله يجزاكم خير، ولا هب غريب عليكم، انتم كل سنه هاللقاء، ولنا الشرف ان نحضر وياكم وان نفيد اخواننا. هذه قناتكم يا ابو خاتم، المشاهدين مثلكم شرواك. الله يجزاك خير، يعني ان شاء الله انا بنحضر معاكم باذن الله. احنا نتمنى زيارتكم، الله يحفظكم ومحلكم ومحل الجميع والجدول ان شاء الله. نقول اليوم بكرة آخر يوم، اليوم الثلاثاء إن شاء الله يكون نزلنا الجدول وتحضرون في أي وقت بإذن الله. واللي ما يحضر أول يوم عنده ثاني يوم ثالث يوم، شهر كامل. نعم 29 يوم. 29 يوم. الله يوفقك. ما عنده أي عذر، والذات إجازة. مرحبا. وأعتقد الأجواء في مرمي هالأيام والأجواء الحلوة ما يحتاج. والله يعني يجيب لنا المطر خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله تعالى، باذن الله تعالى. الله يجزاك خير. ما قصرت يا ابو خاتم، بيض الله وجهك. الله يرحمك. ما قصرت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، عقب فاصل نرجع نكمل ما تبقى من حلقه ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يترقب سكان العاصمة البريطانية لندن سماع دقات ساعة بيج بن الشهيرة معلنة حلول العام الجديد 2022، وذلك بعد توقف هذه الساعة منذ صيف عام 2017 بسبب أعمال الصيانة والتجديد. أخيراً أصبح بإمكان سكان العاصمة البريطانية لندن رؤية الأوجه الأربعة لساعة بيج بن الشهيرة، مع بدء إزالة استقالات حول برج إليزابيث قبل أشهر من انتهاء أعمال الصيانة والترميم التي يخضع لها هذا المعلم الكبير منذ عام 2017، وكلفت أكثر من 110 ملايين دولار. ومع حلول العام الجديد 2022، يترقب سكان لندن دقة الجرس الأولى لساعة بيج بن بعد صمت طويل، وذلك قبل أشهر من موعد انتهاء أعمال الصيانة المتوقع في صيف 2022. وتمثل ساعة بيج بن رمزية كبيرة في الوجدان الثقافي للشعب البريطاني وأهم معالم العاصمة البريطانية، وقد بدأ عملها في 3 يونيو عام 1859. وبيج بن هو اسم الجرس الكبير الذي يدق على مدار الساعة، ويقع في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر في لندن، وعادة ما يشير الاسم كذلك إلى كل من الساعة والبرج أيضا، ويعرف البرج رسميا باسم برج إليزابيث. أما تسمية بيج بن فترجع إلى اختصار اسم بنجامين هول، وزير الأشغال البريطاني الذي أشرف على تنفيذ مشروع الساعة وتصميم برجها أنذاك. وتعد الساعة التي تزن نحو 12.5 طن من أهم المعالم التي يحرص السائحون على زيارتها في هذه المدينة. بيج بن يا حمد هو اسم البرج، برج إليزابيث، يعني يمكن في بعض المعلومات جديدة بالنسبة لي. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل البرنامج يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم كذلك متابعينا المشاركة تقدرون من خلال حساباتنا على الفيسبوك، تويتر،
انستغرام كذلك سناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله. مساء على خير.